ناس فوق ناس تحت حاولت كتير ناس فوق ناس تحت هي كده بتمشي هي كده بتمشي هي ناس فوق ناس تحت هي كده هي هي كده هي 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 ولا اي دي بويب بيبي انا من مجاري بنمارس اي رياضة هنا بنجروا من اتاري لا ماشي للمدارس غير رجيل وعلى عادي لقيتش لازمة للشهادة تلاقي الفرقة بتنادي بلد جعان وغير الشام هنا الدنيا مش وردية لو هلفض في الكلام وشك هيسبح روح عمان مية هنا كل على الله وربنا مش بعيد العيال عند الجامع مستنية هجوم العيد ما في حيلة بالايد قولي ده تشكيل مين سنين هتيجي سنين فاتوا والايام بيتعادوا شباب لابس مع فريد دور حكاية للسفير على الامة بالفرش واقف بجيب المام للبيت بجيب المام للبيت على المصالح لفيت ده الحقيقة في جمعية بكون نفسي مش عيب فضلش حاجة في الجيب فضلش حاجة في الجيب ميجي رايحة عالجيب مشغلش بالي بالغيب بالفقر مليت من الكابتن الناس فوق ناس تحت هي كده بتمشي هي كده بتمشي هي ناس فوق ناس تحت هي كده هي هي كده هي هي ناس فوق هي هي ناس تحت هي هي كده بتمشي هي هي كده بتمشي هي هي ناس فوق هي هي ناس تحت هي هي كده هي هي كده هي 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 ناس فوق ناس تحت محدش فينا بيختار هي بتيجي بالبخ البخت مفيش قبليها انذار خلاص يا زميلي اتحطيت اهلا بيك في الواقع هنا الشغل عالباي هنا الدنيا بالضاجع رضا وصبر ونيكوتين ما بنسألش لا عايشين حياتنا ماتش الدنيا دوري كله بطل راعي الراس فين استيروكس الفيولين عالرصيد مكومين الأولى صاحبي ليه عزمني تانية شطاني اللي سحبني كده كده الدنيا غاب مستغرب شيء الكآب مين في الدنيا حاس بيك اسئلة كتير ملهاش إجابة اسئلة كتير ملهاش إجابة اللي تحت مش هيفيد ولو اللي فوق مديت له إيد حاجة الوحيدة اللي هتطلع الدنيا دي هي دين الدنيا دي هي دين كده زميلي جبنا فاضية وهنموت جبنا فاضية هو ده وحال الدنيا حبة علي الحبة واطية زاد صاحبي مش هحيل هجيب اخرها ومش هميل زاد ايدي انا هسيل صدقني صاحبي مش هحيل ناس فوق ناس تحت هي كده بتمشي هي كده بتمشي هي ناس فوق ناس تحت هي كده بتمشي هي كده بتمشي هي كده بتمشي